هذا بالنسبة للتجربة الأولى والتجربة الثانية. كنت بطبيعة الحال هناك تجارب كثيرة في الوسط القروي، واشتغلت كثيرا فقط في الوسط القروي، ما غاديش نذكرها كلها. اللي نضيف إذا سمحتوا هو الاستشارة في سنة 2000 في مراكش حول الهجرة النسوية. أول مرة غادي نقوم باستشارة في مجال حضاري. كتعرفوا أن الأنثروبولوجي يعني المأمورية كتكون أسهل إذا كانت الجماعات يعني إلى حد ما، جماعات تقليدية وجماعات يعني يسهل إلى حد ما، حتى عند البدو كيف ما كان الحال يسهل وصفها. في المجال الحضاري ما كتعرفش منين تبدأ الهجرة النسوية. طيب الهجرة النسوية من أين تبدأ؟ فكان هناك مشكل، واللي الحل ديالو ما كيكونش عنده علاقة بالوصف الإثنوغرافي أو الوصف الأنثروبولوجي. قمنا ببعض المقابلات، وكانت استمارة أيضا، استمارات واحد 500 استمارة أظن. الموضوع لم يكن هناك إشكال كيف ما بالنسبة لتحسين المراعي، ما كانش هناك عندنا مشكل يجب حله. الهجرة النسوية بنفسها مشكل، ماشي في داخل الهجرة النسوية كاين مشكل، لا الهجرة النسوية بالنسبة مشكل. وكان إدارة لاميناجمون دي تيريتوار، لا ديريكسيون ديال لاميناجمون دي تيريتوار، إعداد التراب، مديرية إعداد التراب الوطني، طلبات هاد الاستشارة هادي. أنا أول مرة قلت غادي نشتغل في وسط حضاري. ثم النقطة الثانية هي أنك بصدد مجموعة من النساء جلهم يعيشون واحد الهشاشة يعني ما لقيتش لها نظير في الوسط القروي. فكانت أظن أحزن تجربة بالنسبة لي، لأن كتوصل للبؤس ماشي الفقر، كتوصل ماشي حتى الهشاشة. كتكلم على الهشاشة كلمة لطيفة، كلمة الهشاشة كتوصل للبؤس. في عدد كبير من المرات كنوضعوا عليهم اسئله حول مشروعهم، كيفاش جاوا وعلاش جاوا وشكون اللي جابهم الى اخره، واحد عدد كبير من الاسئله والدوافع الى اخره. من بعد في كل سؤال من هذه الاسئله كتلقى ماساه، كيفاش جات، ربما لان اغتصبت او يعني رفضت من طرف عائلتها الى اخره. ملي الشغل كتلقى ان الشغل يعني كتشتغل يوم وما كتشتغلش يومين او ثلاث ايام الى اخره. وجلهم ساكنين كيسكنوا في غرفه ديال الفندق، او الى ما كانتش غرفه ديال الفندق بالمعنى، ماشي الفندق، الفندق بالمعنى الخان كيف ما كيتقال في الشرق، خان الحال الخليل الى اخره. الفندق اللي هو كان مكان كانوا كيجيو ليه البهائم الى اخره، وكيجيو ليه التجار بالبهائم ديالهم، وكانوا كيدوزوا النهار باش يتسوقوا الى اخره. وهذيك الاماكن زعما ما بقاتش بالهيبه ديالها القديمه، يعني ولات تقريبا شبه خراب. فكان مشكل ديال الشغل، كان مشكل ديال السكن، وكانت مشاكل عندها علاقة أيضا حتى بالمقابلات. ماشي مرة ماشي زوج أن المهاجرات كانوا كيبكيو، يعني واحد البكاء ديال وأنت محتار، أنت المعلومة ها هي كاينة، أنت كتاخذ في المعلومات، ولكن شنو المعلومات هذه؟ معلومات حول يعني ظروف جد بائسة، مثلا بنت امرأة مزوجة برجل معطل من 1991، كان كيشتغل في الفندق من 1991 حتى 2000 لم يجد شغلا قارا، كي مرة 10 دراهم من هنا، مرة 20 دراهم من هنا إلى آخره. ظهرها مريض، يعني ما كتستطعش تشتغل، وهي اللي كتضطر تشتغل.
وعندها الوثائق ديالها الى اخره. ومع ذلك رب العمل 20 درهم في اليوم، وكتقول لنا هو كيقول لي كيفاش كدير انت كتعيشي ب 20 درهم؟ هو كيتعجب، كيعطيها 20 درهم في اليوم، كتشتغل عنده في البازار وكتشتغل عنده في البيت مقابل 20 درهم، اخريات كيمشيو 25 30 درهم على اقصى 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 حد. فكانت جد مؤلمه. وشحال من مره كنت انا مع زميله رشيده النفع، شحال من مره يعني كتوقف المقابله. في بعض الاحيان انا كنخرج لان السيده غادي تتكلم على اشياء اكثر حميميه، دونك خاصها تتكلم فقط مع رشيده النفع، وانا كنخرج ماشي مره ماشي جوج الى اخره. فكانت مؤلمه اللي كان مهم فيها من ناحيه ديال الاستشاره ومن ناحيه الاكاديميه، هو ان لاول مره في الادبيات حول الهجره النسويه الداخليه غادي نكتشفوا ما يسمى وما سميناه بالهجره النسويه المستقله. لان تقليديا النساء كانوا كيصاحبوا اما الزواج ديالهم او الاباء ديالهم او اي قريب من الاقرباء. لاول مره وما كانش احصائيات ديال رسميه قبل، لاول مره غادي نكتشفوا كاين بطبيعه الحال دائما احنا اشتغلنا على المهاجرات كاملين، ولكن نسبه المهاجرات اللي كيسموهم رواسيات في مراكش، ومفهوم رواسي كتعني اش كتعني؟ كتعني انك لوحدك، ها انك كتهاجر لوحدك، عندك مشروع لوحدك، كتدبر نفسك لوحدك. هاد الرواسيات هاد اللي هو شبه ظاهره ناشئه واللي كتعبر على ديناميه المغرب وديناميه المجتمع. هاد المهاجرات ماشي بالضروره كيهاجروا لانهم محتاجين، لان غتقول لي المراه راه كتعيش مع الوالد ديالها يتكفل بها ولا مع زوجها ولا مع عمها، يعني المراه ما عندهاش مشكل في الوسط القروي، اي واحد يقدر يقول هادشي، كاين واحد كيتكفل بها. لا الان ودراسات اخرى غادي تاكدها ان هاد المراه ما كتهاجرش من اجل المال، من اجل الشغل ضروري بطبيعه الحال، ولكن هناك عدد من القيم اللي عندها علاقه بعزه النفس. انا ما لا ارضى ان كل اسبوع الاب ديالي او الاخ ديالي يعطيني نقود باش نمشي للحمام ونشتري. انا عندي عدد كبير من الحاجيات، يجب ان البي هذه الحاجيات بنفسي. استقلاليه بالمعنى كيقول انا حر، كيتكلموا على الحريه بدون 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 اي حرج. حريتي نبغي ندبر على راسي، نبغي نكون حره ديال نفسي الى اخره الى اخره. كل عدد كبير من التعابير هكذا اللي كتعبر على ان الهجره الان النسويه المستقله، وخصوصا ان هاد يعني شابات ما بين 19 و 24 25 سنه، المستوى التعليمي ماشي مستوى كبير، ولكن اللي غادي تلاحظ فيما بعد ان المستوى التعليمي ديال هاد المهاجرات المستقلات غادي كيطلع. الى خدينا التجربه ديال اسيا، جنوب اسيا وامريكا اللاتينيه، عدد كبير من المهاجرات المستقلات يعني شابات دائما، ولكن عندهم مستوى اكبر، المستوى التعليمي كنقصد. فهذه كانت تجربه قاسيه بالنسبه لي. ماشي البؤس والفقر كنشوفوا في الدار البيضاء، شفتوا عند البدو راه كنا كنشربوا الشاي ديال الغدير، الماء ديال الغدير كنشربوا في الاطلس الكبير، ولكن بالنسبه للمهاجرات لان ملي كتكون في الاطلس الكبير كتمشي عند كيضيفك راجل متوسط وراجل شي شويه غني وراجل فقير. الان فقط عندك مهاجرات ومهاجرات يعني كيعيشوا واحد الهشاشه لا تتصور. في بعض الاحيان كتقول واش انا عايش في المغرب او عايش في شي دوله اخرى. ملي كتشوف يعني في زقاق مغلوق رائحه كريهه، واحد العدد يعني كانت حزينه كثير للاسف ما تعودتش كثير، ولكن
ما كيعنيش ان المهاجرات راه كيعيشوا عيش افضل. باش نختم هاد التجربه ديال الاستشاره بعد الافكار حول وضعيه المستشار. كلمه اكسبير وكلمه خبير لا استعملها لوصف وضعيتي، ونحن بطبيعه الحال بحاجه الى خبراء. الخبير هو الاختصاصي في مساله ما، تقني لمساله ما. مثلا خبير في الميكرو كريدي، كتلقاه دائما كيتكلم على الميكرو كريدي وكيدير استشارات في الميكرو كريدي، ونحن بحاجه الى اشخاص اللي كتكون عندهم يعني خبره في مجال معين. فقط هذه ما كانتش كتناسبني انا كباحث، اختص في مثلا في لابروش بارتيسيباتيف، المقترب التشاركي، او نختص في الكوبيراتيف التعاونيات او شيء بالقبل، كان ممكن ماشي، ولكن مزاجي كان اقرب من تغيير المواضيع. اظن انني لم استشر في نفس في في نفس في في, في نفس في نفس المواضيع. دائما كتكون المواضيع اما مختلفه الى حد ما، اما مختلفه كليا. لماذا؟ لان انا اتصور دوري كاستشاري هو دور مكمل للدور الباحث، معنى ان كل ما انا ابحث فيه مورفولوجيا، علم اجتماع، كذا كذا الى اخره، في الوقت اللي كنكون ندير استشاره كنشوف الى اي حد ما هو نظري بالنسبه لي، ما هو عنده علاقه بالبحث، ممكن ان يفيد الاداره او يفيد جماعه ما الى اخره. ادور ان تكون دائما خيط رابط ما بين تجربتي كباحث وتجربتي كمستشار كونسلتون. هذا بالنسبه الى بغيتي تقول لتصوري لدور المستشار. تبقى ماذا يميز الباحث عن المستشار؟ ولو ان نفس الشخص، لان ملي كتكون ادوار، دوري كاب شيء، ودوري كزوج شيء، ودوري كصديق شيء، نفس الشخص ممكن ان يلعب ادوار كثيره. حينما تقوم باستشاره، السؤال يوضع عليك. ملي كتكون باحث انت مستقل، تضع الاسئله التي تحب. في الوقت اللي كتكون استشاره كيقول لك نحن نريد ان نعرف لماذا هناك هجره نسويه، كيف يمكن ان نحسن المراه الى اخره. فممول المشروع هو الذي يحدد المواضيع. كتبقى استقلاليتك استقلاليه جد نسبيه، انت لست تابعا للممول والا ما عندك شخصيه، ولكن هناك تفاوض، يتم التفاوض. اذا كانت اسئله عامه يجب تحديدها، اذا كانت اسئله غامضه يجب ايضا تحديدها، اذا كانت اسئله لا يمكن الاجابه عليها في الظرف الوجيز ديال هذا كتقول لي لا. واحد الوقت قالوا لي بغينا في استشاره، بغينا نعرفوا في مجال قروي، نريد ان نعرف ثقافه النظافه. قلت له بغيتي تعرف ثقافه النظافه خاصك تعطيني واحد 5 شهور. هذا النوع من 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 من, من, من لان خاصك تشوف ممارسات، ماشي في تحسين المراعي، شكون هو الاجنبي، شكون هو كذا، هذه مقابلات سهله. خاص تكون اقامات، تشوف الناس واش كيغسلوا يديهم، ما كيغسلوش يديهم، شنو هي بالنسبه لهم النظافه الى اخره. ف كيتم هذا التفاوض. صراحه ما قمت بعدد كبير من الاستشارات، كل اللي اشتغلت معهم سواء كانت منظمات دولية أو كانت منظمات محلية، يعني كانت تفاوض حريتك، ولكن الحرية في إطار في إطار في إطار دائما تسوية، في إطار توافق. مرة واحدة، ويجب أن أسجل هذا، لأن كانت ضربة كبيرة بالنسبة لي. وزارة من الوزارات كيقولوا بغينا استشاره، يعني كانوا يودون استشاره في شأن يوم الانتخابات.
وانتخابات في هذا في وسط القرار. قلت لي يلا هما كانوا شي ربعه ديال كبار موظفين في الرباط كنتكلموا. بديت كنقول لها كيفاش كنشتغل كيفاش اشتغلت كيفاش كنشوف المسائل، كنعطي بعض الاراء. واحد قال لي هكذا بدون قاطعني وقال لا استاذ احنا بالفرنسيه اون فو دو لومبالاج سيونتيفيك، احنا بغينا التغليف العلمي. قلت ليه كنظن سولته فيها، انا ديك الساعه كانت عندي 22 سنه ديال التجربه في ميدان الاستشاره. كنظن سولته عليا وعرفته بان ما عمري ما درت التغليف. تقلقت كثير. من بعد اخرين استدركوا. علاش كنجبد هادي؟ علاش كنتكلم على هذا المشكل؟ لان هذا هو الرهان بالنسبه للمستشار. ممكن ان تبرر اي شيء اردت. الى بغيتي تغلف غلف ما شئت، وبالاحصائيات وبالمسائل العلميه وكذا الى اخره، ولكن كتبقى فقط تغليف للداخل. فهذا رهان، لان كيف ما كان الحال الممول عنده دوافعه، عنده رغباته، عنده اهدافه. إذا كان ممول بحال من هذا النوع هذا فصعب التعامل معه. لحسن الحظ ان الوحيد اللي لقيته في التجربه ديالي كل التقارير، وكنت كنحرص على ان تكون التقارير ممضات، اما من طرفي لكت وحدي او من طرفي وطرف الزملاء ديالي، لان مسؤوليه، الاستشاره مسؤوليه. وما التقارير اللي كتكون مجهوله الاسم يعني ممكن تتغير فيها بعض الاحصائيات وتعطيها مقابل مادي.